إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن متى يجب طلب الإسعاف لعلاج الكحة عند الأطفال. يجب طلب الإسعاف أو التماس العناية الطبية الطارئة في علاج الكحة عند الأطفال في الحالات التالية: إذا كان الطفل يتنفس بصعوبة بالغة أو لا يمكنه أن يتحدث أو يصدر همهمات مع كل نفس، من الضروري اللجوء إلى الطبيب في هذا الوقت. أيضا إذا كان الطفل يختنق أو لا يستطيع أن يتنفس أو لا يستطيع أن يتوقف عن التنفس السريع، أيضا إذا الطفل أغمى على الطفل أو توقف عن التنفس فجأة، أيضا إذا كانت شفاه الطفل أو أظافره مشوبة باللون الأزرق، إذا كان شفة الطفل أو شفايف الطفل لونها أزرق أو أظفاره لونهم أزرق، من الضروري التدخل السريع والإسعافات الأولية مباشرة للطفل. كما يجب مراجعة الطبيب فورا من أجل علاج الكحة عند الأطفال مباشرة عند هذه الحالات، لأنها ممكن تسبب الوفاة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.